السلام عليكم. اليوم راح نشرح الجزء الثاني من محاضرة Stream Cipher. بهذه المحاضرة راح نركز على مفهوم Pseudorandom Number Generator PRNG اللي شرحناه كمقدمة بالمحاضرة السابقة. Pseudorandom Number Generator قلنا هي الدالة والألغوريثم اللي راح تولد لي Apparently Random Sequence، يعني راح تولد لي مجموعة من القيم اللي راح تكون شبه عشوائية. شبه عشوائية شنو معناتها؟ معناتها هي عشوائية ضمن رينج معين أو ضمن بيريد معين. بعد أن تنتهي هذه البيريد راح يرجع توليد هذه الأرقام بنفس الطريقة للبيريد الثانية والثالثة وإلى آخرهم. طبعا مبدأ عمل هذا الجنريتر حتى يشتغل يعتمد على نقطتين أساسية. النقطة الأولى الانيشال سيد فاليو، يحتاج أن ندخل قيمة ابتدائية. على أساس هذه القيمة راح يولد بقية القيم اللي حنستخدمها ككي ستريم للتشفير أو بفك الشفرة. والنقطة الثانية يحتاج إلى فيدباك ميكانيزم، واليوم راح نشرح ناخذ مثال بنهاية المحاضرة شون راح نحسب هذه الفيدباك ميكانيزم. طبعا هنا الفيدباك ميكانيزم هي بالأساس راح نولد انبوت جديد كل مرة راح يدخل على هذا الجنريتر حتى من خلاله تولد قيم جديدة. هذه البلوك دايجرام هنا راح يوضح لنا شلون حستخدم السيدو راندوم نمبر جنريتر. راح ندخل الانيشال فاليو، هذه قيمة الكي. هذا راح يشتغل على اساس او وفق الجوريثم معين. راح يطلع لي كي ستريم من البت. هذه الكي ستريم من البت راح استخدمها حتى اشفر البلين تكست باستخدام دالة الاكس اور فانكشن. طلع لي السايفر تكست مسج الرسالة المشفرة اللي انا راح ادزها للطرف الثاني. بالطرف الثاني حتى يسترجع الرسالة الأصلية البلين تكست من السايفر تكست. أيضا راح يستخدم نفس السيدو راندوم بايت جنريتور، وراح يدخل نفس الانيشال فاليو الكي حتى يولد نفس الست ريم اوف بت اللي ولدها الترانسميتر هنا، واستخدمها لتشفير رسالة. راح يستخدمها الرسيفر هنا بفك شفرة الرسالة باستخدام أيضا عملية الاكس اور فانكشن. طيب، واحدة من الأمثلة على السيدو راندوم نمبر جنريتر هو اللينير فيدباك شيفت ريجستر LFSR. لينير فيدباك شيفت ريجستر شنو يعني؟ هو عبارة عن شيفت ريجستر، عبارة عن ريجستر بعدد من المواقع الخزنية. راح نعطي مثال بعد شوية عليه. الانبوت الجديد اللي هذا الشيفت ريجستر احنا راح نستخدمه باستخدام او راح نحسبه باستخدام اللينير فانكشن. واحدة من أمثلة اللينير فانكشن اللي ممكن أني أستخدمها هنا اللي هي دالة الإكسور. طيب الإكسور بين منه؟ بين بعض البتات الموجودة بهذا الشيفت ريجستر. رح ناخذ بعض القيم الموجودة به من بعض المواقع الخزنية، رح نسوي لها XOR، رح تدخل كأنبوت جديد على هذا الشيفت ريجستر. طيب مبدأ عمله بالأساس أنه أني الشيفت ريجستر هذا رح أعرف إيش قد طوله، إيش كم بت به. راح ادخل لنا انيشال فاليو اللي انا راح اسميه بالسيد فاليو، قيمه ابتدائيه، وهذا على اساس الفيدباك ميكانيزم راح يولد لي مجموعه معينه من البوسيبل ستيتس. طول هذه البوسيبل ستيت راح اسميها بالبيريد. البيريد يعني مجموع الحالات المختلفه او العشوائيه اللي راح يولدها هذا الشيفت ريجستر. اذا افترضنا انه هذا الشيفت ريجستر طوله n بت، فالماكسيمم بيريد يعني اقصى عدد من الحالات ممكن ان يولدها هذا الريجستر هو 2 اس ان ناقص 1. يعني اذا افترضنا انه عدد البتات مات 4، فاقصى عدد ممكن انه يولده هو 2 اس 4 ناقص 1 اللي هي 16 ناقص 1، يعني 15 حاله. هذا مو معناتها انه كل شيفت ريجستر ممكن يولد لي 15 حاله، لا، هذه اقصى قيمه ممكن ان يوصلها اي شيفت ريجستر، فممكن انه تكون عدد الحالات اللي يولدها اقل بهواية من هذا العدد، بس ما تتجاوز هذا العدد. طيب مثل هنا ما قلنا not all linear feedback shift register can produce a maximum number of state، هذا اللي هسه ذكرته انه مو كلهم ممكن يولدون هذا الحد الاقصى من الحالات. هذا يعتمد على شنو؟ على شغلتين اساسية. النقطة الأولى أو الشرط الأول اللي هو الانيشال فاليو للشيفت ريجستر، أني شنو القيم الابتدائية اللي حطيتها بهذا الشيفت ريجستر. هذا كل شيء يأثر على عدد الحالات اللي ممكن أن يولدها هذا الشيفت ريجستر. والنقطة الثانية اللي هو التاب كونكشن،
طيب التاب كونكشن شنو يعني؟ التاب كونكشن اللي هو يا بالتات انا راح استخدمهم حتى اسوي عليهم عملية الاكس اور وادخلهم كانبوت جديد لهذا الشيفت ريجستر. راح اخذ هسه مثال واشرح عليه هذا التعريف وهذا الحكي اللي هسه قلته على الشيفت ريجستر. طيب هذا مثال عندنا هنا بالرسم هذا عبارة عن linear feedback shift register طولة 5 يعني الان 5 بخمس مواقع خزنية. طيب نجي هسه على الانيشال كونديشن. راح يقطع لكم بالسؤال شنو التاب كونكشن، ايش قد طول هذا الشيفت ريجستر، وراح يقطع لكم هذا الانيشال ستيت. انتوا عليكم ان تولدون هاي الحالات اللي راح تطلع من هذا الشيفت ريجستر. شلون راح نولدها؟ هنا قلنا عنده خمسة بت، خمسة من مواقع الخزنية. الانيشال فاليو هو مالته 0 0 0 0 0 1، اربع اصفار واحد اللي هنا نقدر راح نرتبها هنا الموقع هذا 0 0 0 0 وهذا ياخذ 1. التاب كونكشن هنا راح نعرفه هو 0 0 1 0 1. شنو يعني التاب كونكشن 0 0؟ يعني اذا الموقع هذا بي 0 يعني ما عندنا رابط، ما عندنا فتاب. فهذا الموقع هنا هذا الصفر يدل على هذا الموقع الخامس، هذا قيمته 0 يعني عندنا ما عندنا تاب كونكشن، راح ناخذ من عنده القيمه. الموقع الثاني ايضا 0 ما عندنا تاب كونكشن. الموقع الثالث 1، هذا الموقع الثالث راح اخذ من عنده رابط، هاخذ قيمته. الموقع الثاني هنا ما عنده رابط لان قيمته 0، والموقع الاول ايضا راح اخذ من عنده. فهنا الاكس اور فانكشن اني من راح اخذ او شلون حسب قيمتها؟ من البت اللي بالموقع الاول والبت اللي بالموقع الثالث. هاي شنو قيمتهم هنا؟ راح اسوي عليهم عمليه اكس اور، راح تتولد لي قيمه جديده، راح تكون الانبوت الجديد لهذا الشيفت ريجستر. طيب هذا الشيفت ريجستر حتى يشتغل من اسمه الشيفت ريجستر حيشتغل على مبدا الشيفت، يعني اني كل مره احسب قيمه جديده هنا اخليها بهذا المكان، وبعدين اشفت العناصر او القيم الموجوده بهذا الشيفت ريجستر الى جهه اليمين. هذا العنصر الاول بمقدار خطوه واحده، العنصر الاول راح يروح ما راح استفاد من عنده، بقيه العناصر هذول الاربعه راح تجي لليمين مره واحده، فحصير الاكس 1 حصير قيمتها مع الاكس 2، والاكس 2 راح تجي تاخذ قيمه الاكس 3، والاكس 3 راح تاخذ قيمه الاكس 4، والاكس 4 تاخذ قيمه الاكس 5، وقيمه جديده للاكس 5 هي اللي انا حسبتها من الاكس اور مال الاكس 1 والاكس 3 السابقه. اوكي طيب اقصى بيريد ممكن ان يوصلها هذا الشيفت ريجستر هي شقد؟ 2 5 ناقص 1، يعني 32 ناقص 1 اللي هي 31 حاله. خلينا نشوف انه هل هذا الشيفت ريجستر ولد لي الماكسيمم بيريد مالته او الماكسيمم لينث مالته لو لا. هذه كل القيم لو نجي نحسبها، كل القيم العشوائية المختلفة اللي ولدها لهنا، هذه لو نحسبها تطلع 31 قيمة عشوائية. الباترن او الستيت اللي بالموقع 32 هي نفسها اللي بالموقع الاول، فمعناتها شنو هاي؟ ورا بكمل 31 حالة بدت هاي الحالات مرة الثانية راح تنعاد هنا، راح تتكرر هنا بالموقع 32 راح تكون هذا الستيت هذه الاولى، والموقع اللي وراه حيكون السيت الثانية، وهكذا وحيستمر عمله بهذه الطريقة. شلون حسبنا هذه القيم؟ حناخذ مثال بس الحالة الثانية، راح نشوف انه بالحالة الأولى كان مثل ما قلت قيم 4 أصفار هنا و1 هنا. طيب شنو ناتج الاكس اور؟ الموقع الأول كان قيمته 1، الموقع الثالث قيمته 0، الاكس اور مال 1 و0 هو قيمته 1. طيب هنا هذول البتات الأربعة شقد كانت قيمتهم؟ كانت قيمتهم كلهم 4. الواحد حيطلع لمن حيصير شيفت، الواحد حيطلع إلى جهة اليمين فرح يطلع، والأربع أصفار راح تجي تصير شيفت موقع واحد، فرح تجي هنا تشفت الأربع أصفار، والقيمة الجديدة لإكس 5 هي ناتج الإكس أور اللي كانت قيمته 1. فصارت شنو القيمة الجديدة للشيفت ريجستر؟ 1 بـ4 أصفار. اللي هي هذه القيمة الثانية هنا. ونفس الحالة من هذه القيمة الثانية أقدر أولد القيمة الثالثة، والقيمة الثالثة أقدر أطلع من عندها الحالة الرابعة، وهكذا. لهنا محاضرتنا، وإن شاء الله المحاضرة الجاية
هناخد وحدة من الالجوريثمز اللي تشتغل على مبدأ عمل الستريم سايفر.